أهم الأشياء عنده، إن كان عليه تكلم عن دينه، إن كان عليه شيء من الأمور للناس تكلم عنها، إن كان عنده ولد مريض، إذا عنده زوجة مريضة، فدائما الإنسان يتكلم خلال احتضاره عن أهم الأشياء عنده. السؤال: ما هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به عند موته؟ جعل صلى الله عليه وسلم يردد قائلا: الصلاة 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 الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة 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 الصلاة، حتى توفي عليه الصلاة والسلام وهو يكرر الصلاة 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 الصلاة. عجبا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يموت ويكرر الصلاة الصلاة؟ لماذا أبو بكر يقول: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؟ لماذا عمر يفيق من إغمائه ويقول: الصلاة الصلاة أصلى الناس؟ لأنهم يعلمون أن من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الصلاة أيها الإخوة والأخوات موجودة عند جميع الأنبياء. اسمع، ذكر الله تعالى زكريا وقال عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم. ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إسماعيل يقول الله تعالى عنه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان ماذا يفعل؟ يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة والزكاة، وكان عنده مرضيا. موسى يقول الله له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. شعيب يقول له قومه: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يقول الله تعالى له: وأمر أهلك بماذا؟ بالصلاة، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. بمعنى أن الله تعالى لعظمتها كما فرض التوحيد على جميع الأنبياء: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما فرض الله تعالى التوحيد على كل الأنبياء، كذلك فرض الله تعالى الصلاة على كل الأنبياء وكل الأديان. جعل الله تعالى عندها صلاة، وإن كانت قد تختلف هذه الصلاة في بعض كيفياتها. لذلك أيها الإخوة والأخوات، الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، وكل العبادات فرضت في الأرض. يعني ينزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخبره أن الله فرض عليه الزكاة، يخبره أن الله فرض عليه الحج، يوحي إليه ببعض أحكام المواريث، يوحي إليه ببعض ما يتعلق بشأن أصحابه أو شأن أعدائه، إلا الصلاة فإن الله تعالى لم يرسل بها جبريل، كلا، فشأنها أعظم وأجل. أرسل الله تعالى جبريل معه دابة تسمى البراق، فركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق، ثم صعد به جبريل إلى السماء حتى تعدى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة حتى وصل إلى السابعة. أتدرون كم بين السماء والأرض؟